الملك محمد السادس حفظه الله صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني هنا في مدينة تطوان، وجلالته محفوفا بصاحب السمو الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل. يؤدي أمير المؤمنين صلاة العيد مع جموع المواطنين اهتداء بشريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام، واقتداء بسنة جده المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. يقوم أمير المؤمنين بنحر أضحية العيد. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. من عطاءات الله تعالى في العيد المبارك السعيد ما ندب إليه من قربة الأضحية إقامة لشريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام، واقتداء بالسنة الطاهرة لخاتم الأنبياء والمرسلين. قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. تخلدت سنة النحر في عيد الأضحى لتظل شامة غراء على عظيم الاستسلام والانقياد، وآية كبرى في الإذعان لأوامر رب العباد. نحن أمة الاستجابة وأمة الطاعة، شعارها يوم العيد لبيك اللهم لبيك، وهي استجابة توحيد خالصة من الشك ومن الارتياب وعدم اليقين. في هذا اليوم العظيم تستحضر الأمة الإسلامية معاني وخلق التضحية من خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، الذي قدم للبشرية كلها أغلى دروس الفداء بعد أن صدق الرؤيا وهم بذبح ولده إسماعيل، لولا أن فداه ربه بذبح عظيم.